النيابه العسكريه دي فين؟ في العاشر، في الحي العاشر. رحت النيابه العسكريه اسال، قالوا ده ابنك خد 5 سنين. قال ليه يا جدعان عمل ايه؟ قالوا ما نعرفش، خد 5 سنين سجن. طب فين الحته؟ قالوا ما نعرفش. العجيب في الحكم اللي احنا لما جينا قرينا عرضت الحكم، ان الضابط اللي كاتب الحكم، اللي كاتب اللي هو ماسكه يعني، كاتب حاجتين غراب يعني، ان هو يعني جابه من الطريق اللي هو اختار حظر التجول وجابه من الطريق، والحاجه الثانيه اللي هو جابه من فوق عمارة التحرير. فاحنا عايزين نعرف اللي هو يعني مسكه في الطريق ولا طلع على السطح فوق جابه من فوق. يعني كل اللي يقراها او اي محامي يقراها بيستغرب منها، ولا محامي شافه هو، ولا هم اصلا رضيوا بمحامين، ولغايه دلوقتي في تعامد المحامين. بعدين حكموا عليه يعني 6 ايام. مين في الدنيا يحكم عليه في 6 ايام؟ يتمسكوا من 3-2 يحكم عليهم 9-2. ده حتى قبل ما المخلوع يتخلع، قبل ما الرئيس المخلوع دوت يتخلع. يعني انا بستغرب، حكم سريع، مفيش عداله في الحكم خالص. مين القاضي اللي حكم عليه؟ يعني عايزين نعرف القاضي مين. مفيش قاضي. انا لما سالنا المعاضي قال مفيش قاضي يحكم عليه، ما وقفتش قدام قاضي، ما قعدتش جوه قفص، انا كله وقفت قدام ضابط جيش 5 سنين في نفسي، وما كانش يعرف اصلا ان هو 5 سنين، ما يعرفش، فكر نفسه يطلع وخلاص على طول. رحت مصلحه السجون اسال، قالوا برضه ما نعرفش. رحت وزاره الدفاع اللي هي في القبه، سالت هناك، قال لي اديني رقم تليفونك وروح يا حاج واحنا هنقول لك. روحت لقيته متصل على ابنك في الوادي الجديد. طب الوادي الجديد ده فين؟ فضلت اسال لما اولاد الحلال عرفوني في اتوبيس حجز هنا في القللي. المهم ربنا الاعلم بقى، استلفت الفلوس انا ووالدته واخواته ورحنا له. رحنا له، لا لها تعبان اخر تعب وبتاع ومشقه وتعب، انك تعبت السجن اللي هو فيه في الوادي الجديد، ونقعد يوم بليله 7 ساعات ونص رايح و7 ساعات ونص جاي. يا نركب سوبر جيت من الساعة 10:30 بنوصل 7 الصبح، وبنيجي من هناك بنركب الساعة 1 بنوصل هنا 11 بالليل. وهناك نشوف الزل قبل ما نروح، ونخش مفيش 5 دقايق، يلا يا أستاذ اخرج، ما خرجناش تلاقي زقونا وبهدلونا، بهدلة في السجن هناك، بهدلة. الزيارة بنخش بالتفتيش بيفتشونا الحاجة وبهدلوهالنا خالص. وما كانوش ياخدوا فلوس على تفتيش الزياره، ما بيبهدلوا الاكل بتاع العيل واي حاجه جايبينها، يقولوا دي ما تخشش ودي تخش، وبيخلونا الحاجه بره، والحاجه اللي بنركنها بره بناخد ما بنلاقيهاش. يوم 27/7 رحت انا ووالدته واخوه الثاني، كنا 4 انفار. المهم رحت السجن، دخلت لقيت ابني بيعيط. في ايه يا ابني؟ قال لي ده ضربوني، مش عارف عملوا ايه، ضربوني احنا 4 انفار وكسروا رجلي ايه، وجسمي كله متدغدغ من ورا، بعدل الفانيله بتاع ابني لقيته كله ضرب بالكرابيط على ظهره، اكن احنا في سجن غريب ولا اسمه ايه بتاع العراق ده. رجعنا لامن الدوله تاني من ورا، ده كان امن الدوله ارحم من اللي احنا فيه دلوقتي، ارحم من اللي احنا فيه. لقيت ابني بايظ وتعبان، والظباط خدوني عشان الصلح. طب حقك علينا؟ قلت له مش هصلح، قال مش هصلح، انا هحكي بشكوى للنائب العام وهروح لمدير السجون. رحت لمدير مصلحه السجون، ما عرفتش اخشله خالص، ورحت للنائب العام قدمت طلب برضه هناك، وفي النيابه العسكريه قدمت طلب، ولغايه دلوقتي ما فيش حد رد عليا في اي حاجه، وابني هناك تعبان ورائد هناك تعبان. انا بعتبر ان اخويا معتقل وليس سجين، يعني هو ليس سجين، وبالنسبه لهم عندهم هو سجين، احنا عندنا هو معتقل، لان هو اتاخد من ضمن الصور الموجودين جوه في الميدان، الناس اللي قاموا الثوره بقوا هم المحكومين، والناس اللي هم يعني اللي هم مش الصور خالص، او اللي هم زي ما بيقولوا ركبوا على الثوره موجودين في الشارع دلوقتي بيعملوا اشياء يعني كلنا عارفينها كلنا. في بعض من الناس اللي اتاخدوا وطلعوا، في بعض الناس اتاخدوا وما طلعوش خالص، من ضمنهم كان طبعا ايه؟ ابو المعاطي. انا عاوز اوجه كلامي للمشير حسين طنطاوي اللي هو القائد الاعلى للقوات المسلحه، الكلمه كلمته دلوقتي بقى يعني احنا كلنا يعني رامين حنين على ربنا، بس تبقى في رأفة. يكون شاب زي ده عنده 22 سنة ولسه ما شافش حياة ولا دنيا. أنا بوكي لابني في عسكري بقول له يعني ربنا سبحانه وتعالى أنزل رحمة واحدة في الدنيا. فالرحمة ديت يعني يا ريت نشوفها بعينيكم، تشوفوها بعينيكم. عُذب الثوار الحقيقيين الموجودين في الميدان. أهين الثوار الموجودين في الميدان. أهليهم أهينوا في حياتهم. حاجات كتير، والمجلس العسكري يعرف بكده كتير قوي، يعرف الحاجات اللي حصلت. ابو المعاطي احمد حمد ابو عرب عنده 22 سنه و8 اشهر وفي سجن الوادي الجديد.